سنون عجاف تمر على البلاد، أزمة اقتصادية مؤطرة بخلافات سياسية وفساد ينخر بجسم البلاد لأعوام، دخل لمؤسسات الدولة ووقف معرقلا لحلول تطرح هنا وهناك بدون جدوى. ترجيحات لخبراء ومراقبون تؤكد أن الإيرادات غير النفطية للعراق كافية لتجاوز العجز المالي المرجح في موازنة العام المقبل، في حين يشكل الفساد العقبة الوحيدة أمام حصول الدولة على إيراداتها غير النفطية. البرلمان ينتظر بدوره قانون الموازنة من باب الخلافات الضيقة في وقت يشير النواب إلى أن هناك عدم جدية من قبل الحكومة لوضع القانون على الطاولة النيابية وسلك الطريق الأسهل لتوريد الأموال وسد الالتزامات المالية للبلاد، والمعنون بمصطلح الاقتراض السهل بالتمرير والصعب بالتسديد. الخلافات مع الإقليم هي أيضا تلوح بإبطاء عملية التعافي المالي، حيث بيّن عضو حركة التغيير جولي أسعد أن الوفود الكردية التي تذهب لزيارة العاصمة بغداد لا تملك صلاحيات التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات لتبقى ملفات النفط والمنافذ الحدودية رهن التوافق البعيد. حكومة إقليم كردستان تحاول كسب الوقت وتأجيج الشارع الكردي ضد الحكومة الاتحادية والكتل السياسية في بغداد، هذا ما أكدته النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، التي أشارت إلى أن حكومة الإقليم لن تقوم بتسليم النفط إطلاقا لأنها وقعت اتفاقية لبيعه لمدة 50 عاما إلى تركيا، لتبقى الحلول معلقة بآمال الجلوس إلى طاولة الحوار الدافئة بعيدا عن الأجواء الممطرة والباردة وسيول المعوقات.